واحترامي للجنة التحضيرية التي أنجزت هذا العمل بظروف استثنائية وبفترة زمنية قصيرة، ولولا خشية أن توصف بالمبالغة لقلنا إنها أسهمت في إنجاز التالي: مدينة الجبال والتلال والأنهار والوديان. إلى مرفوعات إنجازات الشباب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. توزيع الشهادات التقديرية على أعضاء اللجنة التحضيرية، فليتفضل مشكورا. هذا الأسبوع حافل بالمحاضرات وورش العمل وأوراق العمل والأوراق البحثية على موضوع السلام. الندوة اليوم بعنوان استدامة التعايش السلمي في محافظة نينوى وفي العراق موضوع في غاية الأهمية، وسلط الضوء على أهمية الاستدامة في التعايش السلمي في ضمن محافظة نينوى والعراق بشكل عام. شكرا جزيلا لكل الباحثين الذين ساهموا معنا في تعزيز هذا الموضوع الثقافي والعلمي لهذا الأسبوع، وهو أسبوع كرسي اليونسكو. هذه الندوة جاءت اليوم لكي تسلط الأضواء على أهم التطورات التي تتعلق بملف بناء السلام في المدن التي عانت من الأزمات ومن النزاعات المسلحة، وكانت محافظة نينوى نموذجا. وحاولت هذه الندوة أن توصل رسالة للعالم بأسره بأن مقومات بناء السلام في هذه المدينة قد تحققت، وما علينا إلا أن نعمل سوية من أجل أن نحقق استتباب السلام من خلال وسائل مختلفة كالتنمية والاستثمار والتعليم وتوفير كل الموارد المادية والمالية من أجل تطوير مجتمع نينوى، والحرص على تحقيق متطلبات التعايش السلمي والمصالحة والعودة إلى الوضع الذي كانت فيه محافظة نينوى المحافظة الأولى في كل مسارات الحياة الإنسانية. قدمت ورقة بحثية يتعلق بالتعايش السلمي أداة لتحقيق سلام مستدام في هذه المحافظة. الورقة البحثية تتكون في الحقيقة من محورين. المحور الأول يتضمن أهم المعوقات التي تقع بتحقيق مسألة التعايش السلمي في هذه المحافظة، والورقة والمحور الثاني يتعلق بأهم الوسائل والآليات الناجعة من أجل تحقيق سلام سلمي وتحقيق سلام مستدام في هذه المحافظة. قدمت في الحقيقة أربع توصيات يتعلق بهذه الورقة البحثية. التوصية الأولى كان يتعلق في مسألة ندعو المجتمع العراقي لتشريع قانون يتعلق بمبدأ المواطنة والتعايش السلمي، يضمن التعايش السلمي بين كافة فئات المجتمع العراقي ويؤدي إلى تحقيق سلام مستدام في المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص. كذلك دعوت في ورقة البحثية إلى المشرع العراقي لتشريع قانون نبذ المحاصصة الطائفية ووضع برنامج رقابي رسمي سياسي شعبي من أجل وضع الإجراءات القانونية بحق المخالفين لكل من يؤدي إلى نبذ المحاصصة الطائفية. كذلك دعوت في ورقة البحثية ضمن التوصيات التي قدمتها إلى إجراء إصلاحات سياسية تشريعية.